فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي معها دم بسبب إسقاط الجنين الذي له شهران، هل تصلي وتصوم أم لا؟ نعم، ما دام ما نفخت فيه. نعم، يقول المرأة الذي معها دم بسبب إسقاط جنين عمره شهران، نعم، هل تصلي وتصوم أم لا؟ إن كان له 81 يوم فأكثر فلا تصلي ولا تصوم، أما إن كان أقل من 81 يوم فتصوم وتصلي، لأنه دم نزيف، دون 81 يكون دم نزيف لا يمنع الصيام والصلاة، وأما من 81 فما فوق يمنع، لأنه يدخل في 40 الثالثة. نعم.